طيب دكتور، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أبو راشد. مرحبا دكتور، كيف الحال؟ أهلا أهلا، مرحبا حبيبي. الله يبارك فيك. دكتور رشاد محمد سالم، مدير الجامعة القاسمية بالشارقة. دكتور، هناك توجيه من صاحب السمو حاكم الشارقة بشأن تعيين أصحاب أو خريجي الدراسات الإسلامية واللغة العربية، هل بالفعل بدأتم بمقابلة هؤلاء وكم تم تعيينهم أو كم ستعينون إن شاء الله؟ في البداية أسأل الله عز وجل أن يحفظ حضرة صاحب السمو ممتعا بالصحة والعافية. اللهم آمين. وتوجيهاته اليوم إنما هي تأكيد لتوجيهاته السابقة منذ افتتاح الجامعة القاسمية. ذات يوم أعلنت في إحدى الجرائد عن موظفين، فاتصل بي صاحب السمو وقال لي دائرة الموارد البشرية في الشارقة في خدمة كل الدوائر والمصالح الحكومية، فمن ساعتها ونحن نعتمد بفضل الله تعالى على المواطنين والمواطنات، ولا نلجأ إلى الوافدين إلا إذا كان التخصص نادرا ولا يوجد من هذه التخصصات في أبناء الإمارات. هذا العام بفضل الله تبارك وتعالى يعني نعتمد على المواطنين بالدرجة الأولى، لا نلجأ إلى الوافدين أبدا، الكل المواطنين. كل أسبوع تنعقد لجنة شؤون الموظفين، وفي العام في الأسبوع الماضي عينا 7 موظفات لسكن الطالبات، وفي هذا الأسبوع عينا اللجنة كانت منعقدة اليوم وأنا أعقدها برئاستي. فلا نقبل أبدا أي حد إلا إذا كان مواطنا أو مواطنة، وهذا حقهم، وهذه هي توجيهات صاحب السمو، ونحن نؤيد صاحب السمو في هذه الفكرة تماما. شيء آخر أود أن أنبه عليه، أن معي مجموعة من أبنائي وبناتي المواطنين والمواطنات يتمتعون بالقيم والأخلاق الفاضلة والحرص على الجامعة، وأنا يعني سعيد جدا بهم، وكلما مررت على الجامعة وعلى الكليات والإدارات المختلفة أجدهم يقومون بعملهم بانتظام حتى أن الصورة تتغير. كانوا بالأمس يقولون نحن لا نعمل في هذه الوظائف، لا، اليوم يعملون معي في كل إدارات الجامعة والوظائف المطلوبة فيها. فنحن بفضل الله تبارك وتعالى وبفضل توجيهات حضرة صاحب السمو حفظه الله حريصون كل الحرص على أن نستفيد من المواطنين والمواطنات، ولقد أثبتوا كفاءة وجدارة بفضل الله تبارك وتعالى، وهذا حقهم دون أدنى مجاملة. ممتاز ممتاز. طيب دكتور، هل بدأ هؤلاء يعني الذين بدأتم الآن بمقابلتهم، هل بدأوا، هل انضموا، ولا فقط الآن لازالت العملية في طور المقابلات؟ لا، المقابلات وبعد المقابلات مباشرة يعني بيعرف هو في المقابلة أنه مقبول بفضل الله ويشتغل في الوظيفة التي طلبها. يعني حتى نسأله يا ولدي سكن الطلاب أو سكن الطالبات هذا يتطلب ورديات متعددة وكذا وكذا، يبدي استعداده بكل شهامة ورجولة. فنحن على طول نتخذ الإجراءات فورا، يعني الإجراءات قائمة الآن. هذا بالنسبة لتعينات هذا العام فقط، لكن عندي من قبل 60% الجامعة القاسمية لسه نشأ حديثا، عندي 60% مواطنين ومواطنات، لكن من هذا بداية هذا العام وتأكيدا لتوجيهات صاحب السمو حفظه الله كلهم بإذن الله مواطنين ومواطنات. فنحن نأخذهم، لا يعني نحن في نهاية السنة المالية، لأن سنتنا المالية تنتهي مع دائرة المالية المركزية من أول شهر يناير، فنحن في نهاية هذا العام نلقاهم ونقابلهم ونتخذ الإجراءات التي يعني يستوجبها التعيين بفضل الله إن شاء الله. ممتاز ممتاز. شكرا شكرا يا دكتور، بارك الله فيك على هذا التوضيح، وبإذن الله نبقى متابعين معكم. يا ربنا يجزيكم عنا كل خير. شكرا شكرا دكتور، بارك الله فيك، حفظك الله يا دكتور، بارك الله.